هذه أول مرة كتصل بينا من تازة. أم توفيق صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بك. الحمد لله شكرا مشرفين معرفتكم. وتحنا سعداء لسماع صوتك، وبما أنك أول مرة كتصلي بينا نتمنى إن شاء الله دائما نبقى نسمع صوتك أنت وباقي سيدات. أكيد العمر ديالكم. الله يبارك فيك لالا مرحبا. بغيت نقدم لك واحد المدهوسة في هذا الشتاء إن شاء الله. مدهوسة. مدهوسة. مدهوسة تازية. كنديروا الملوي عادي. أييه. ما نكتروش فيه الزيت. نديروا الملوي عادي بطريقة عادية اللي كنخبزوا بها الملوي وما نكتروش فيها الزيت. واه باش ما يقمناش. أييه. ونخليوه. بحال غنصوبوا الرفيسة. بحال غنصوبوا الرفيسة. أييه. غنقولوا لك الرفيسة تازية. أييه. كتقولوا لها أنتم المدهوسة. المدهوسة. أييه. المدهوسة. كنجيبوا الأخر الدجاج ديالنا. كنديروا القزبر. نديروا المعدنوس. بلاتي دجاج غادي نديروا القزبر. معدنوس البصله. معدنوس مربط. اييه مربط. اييه غنكثروا البصله تما شي كيلو ولا كيلو ونص البصله شحال ما عطيناها البصله. اييه كتجي زوينه. اييه شحال ما عطيناها البصله مزيانه. كنديروا شويه الحلبه. شويه الحلبه. واه. وكنديروا الابزار ديالنا والزعفران. كنصبوا الكوكوت ديالنا عاديه. زهر الزعفران يعني العطريه اللي كنديروا للرفيسه. بالنسبه انت الحلبه كديريها يعني في كموسه ولا كتطلقيها هكاك نيت في المرقه؟ لا كنطلقها في المرقه. كتلقيها في المرقه بحيث كاين اللي ما كتعجبهمش يعني كيعجبهم غير الطيب. بطبيعه الحال كنديروا ديك الشيء في الاخر الكوكوت الحلبه عاديه. كنجيو لعند شويه ديال الفول وشويه ديال العدس حتى التالي ملي كنحلوا الفول والعدس ديالنا. نعم لالا. ملي كنحلوا الكوكوت ديالنا وكنجبروا الحلبه داك الشيء اللي كتب الله الدجاج وديك الشيء كنغليو واحد حنا كنقولوا واحد الكسبين ديال الحمص ديال العدس. واحد الكسعه ودليل ديال الفول وكنخليو شويه يطيب. ملي كتقرب الطيب كنرجعوا شويه ديال راس الحانوت. كنرجعوا للبيض. اييه. كنديروا نسقيو واحد خمسه ولا سته ولا حتى 10 الا كانت العائله تبارك. اييه. ولا كانت العائله تبارك الله كبيره. كنجيبوا شي 10 البيضات. كنجيبوا الثومه. كنجيبوا القزبر. كنجيبوا المعدنوس. وكنرفسوا داك الشيء كلشي ونديروه في واحد الميكا ونرميوه في واحد في الكوكوت ديالنا ولا في شي طنجره اخرى. داك الميكا يطيب. اييه. ومني كنحطوا تبارك الله وصل عندي الكسعه ديالنا وكنصبوا راه المغربيه تبارك الله كلشي معروف كنصبوا داك الشيء. كنجبروا بان داك البيض كنفركوه بالماس ولا بحال الكاشير كيكون. بحال الكاشير. اييه نعم. وكنفرقوه تبارك الله وبالصحه والراحه في هذه. الله يعطيك الصحه. غير باش ام توفيق بالنسبه للنصيب ديال الرفيسه ما كديريش فيه انت الثومه مع النصيب يعني مع البصله؟ ضروري. حيت راه ما قلناهاش داك الشيء علاش؟ لا الثومه ضروري. نعم لان هي كتجي زوينه بالثومه سيرتو الا كان يعني كنكثروا فيها الثومه حتى الراس ديال الثومه. نعم. نعم. ضروري كنديروا الثومه. نعم. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة أم توفيق. نعم. أييه مرحبا بك تفضلي. كنوجه التحية ديالي لعند الأخت ديالي اللي هاد الصباح دارت العام عليك في فرنسا. الله يشافيها يا رب. عندي اللهم آمين والعائلة في بوخانة المغرب كله. وليكم وجميع المسلمين والمسلمات. نعم وحنا بدورنا كنوجهوا لك التحية. شكرا لك نتمنى نسمع صوتك مرة أخرى وتحية مرة أخرى للناس ديال تازة وغادي نمشي.